اهلا، السلام عليكم. كنتمنىكم تكونوا كاملين مزيانين بخير وعلى خير، ونلقاكم ان شاء الله هالفيديو باحسن الاحوال. فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نحضر معكم فطائر بحجم صغير، بواحد العجينه اللي كتجي في حلق طن واقتصاديه طبعا. كيف ما عودتكم دائما، الوصفات ديالي كنجيب لكم سهله مهله واقتصاديه في نفس الوقت، وبواحد الحشوه اللي كتجي لذيذه بزاف بزاف. كنتمنىكم تجربوهم، غادي يعجبكم ان شاء الله. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. بالنسبه للحشوه عندنا هنايا واحد الكميه ديال الكفته ما يعادل تقريبا 200 غرام، شويه ديال السلك كما كتلاحظوا معايا عندي مقطع يعني صغيوار، وغنحتاجو ايضا حبه واحده من البصل، واحد الكميه قليله بزاف ديال الزيتون على حسب طبعا الرغبه، ايضا الفلفل عندي هنايا حبه واحده من كل لون، وكميه قليله ايضا ما يعادل 100 غرام ديال الشامبينيون. غادي نحتاجو بالنسبه للتوابل عندي هنايا الفلفل الاسود والفلفل الاحمر وشويه ديال الفلفل الحار كما كتلاحظوا معايا، مليحه وايضا كيمون ومعلقه صغيره ديال اوريغانو، عندي معلقه صغيره من كل حاجه، والجبن طبعا على حسب يعني النوع اللي كتوفروا عليه. اول حاجه غادي نعدلو شويه زيت ديال الزيتون باش غادي نشحروا فيها المكونات اللي عندنا. غادي نضيف البصله هي الاوليه، غادي نخليها تشحر واحد شويه، وغادي نضيف لها باقي المكونات. من بعد ما كتوجدنا الحشوه ديالنا غادي نخليوها تستقطر مزيان، وغادي نمشيو نوجدوا العجينه. بالنسبه للعجين غادي نحتاجوا 400 غرام ديال الدقيق الابيض يكون مغربل طبعا، ايضا غادي نحتاجوا كاس واحد من الحليب دافي، نصف كاس من الزيت النباتيه، بياض ديال البيضه غادي نحتاجوه دابا، والصفار غادي نخليه للتزيين من بعد، ايضا غادي نحتاجوا عفوا مليحه على حسب الذوق، ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، كيف ما تقدروا تعوضوها طبعا بالخميره ديال الخبز العاديه. كيما لاحظتوا معايا عندي كاس ديال الماء دافي غادي نخليه على جنب، غادي نضيف جميع المكونات، غادي نخلي ديك الكاس على جنب، غادي نشوف من بعد واش غادي يحتاج كميه من السوائل الاضافيه ولا فقط غنكتفي يعني بالمكونات اللي عندي. من بعد ما جمعنا العجينه ديالنا ودلكتها واحد 5 ديال الدقائق، كما كتلاحظوا معايا هنايا الكميه ديال الماء اللي دخلت لي من بعد فقط واحد 4 ديال الكاس، ماشي مكمول، شويه ناقص طبعا. بالنسبه لكم على حسب نوعيه ديال الدقيق تقدروا تدخلوا شويه الماء زايد شويه اقل، تقدروا ما تستعملوهاش نهائيا، فقط السوائل اللي عندنا في المكونات. غادي نغطيها، غادي نخليها ترتاح واحد المده ديال 15 دقيقه. كما كتلاحظوا معايا طفرت واحد شويه. بالنسبه لكم اذا عندكم يعني سطح العمل شويه كبير فمن الاحسن تلقوها كامله مره واحده باش كتستغلوا طبعا الوقت، وبالنسبه الى عندكم سطح العمل صغيوار فقسموها على جوج ولا ثلاثه على حسب يعني المستطاع.
من بعد ما اطلقت العجينه ديالي، العجينه ما خصهاش تكون رقيقه بزاف، خصها تكون فقط واحد سنتيم ولا سنتيم ونص باش كيجيونا هيدا يعني الحبات مزيونين، يعني المنظر ديالو مزيون. كما لاحظتوا معايا غادي نقطعها بسكين او تقدروا تقطعوها بقطعه ديال البيتزا على حسب كل وحده وشنو عندها في الدار ديالها. غادي نحاول يعني نشرح لكم الطريقه ديال هاد المملحات في الفيديو بالتفصيل باش ما نطولش عليكم. من بعد ما وزعت يعني الحشوه ديالي على كل مربع هكذا ولا كل مستطيل، عمرت له يعني الكميه ديال الحشوه ديالو، كنجيب واحد القطاعه سواء كما كتشوفوها معايا القطاعه ديال الشباكيه او لاي سكين، الحاجه اللي متوفره عندكم. غادي نعدو داك الشيء الرقاقين هكذا باش كنت يعني كنتحصلوا على داك الشكل النهائي. هنايا عندي ايضا شويه ديال البياض، ديال البيض غنستعين به باش غادي نلصق العجينه، ما غاديش نتكاليها بيدي يعني حتى نخسر الشكل ديالها، فقط ديك البياض ديال البيض كيساعد ان العجينه غتلصق باطا وما كتفتحناش في الفرن. غنستمر بهذه الكيفيه حتى غادي نسالي الكميه اللي عندي كامله، ايضا حتى ديك العجين يعني اللي بقى لي في الاول ديك البقايا حتى هي عجينتها وغادي نستعملها نفس الطريقه. كنتمنى تكون طريقه موضحه والطريقه يعني باينه في الفيديو مزيان. غادي نستعين ايضا بشويه ديال الصفار ديال البيض، غادي نخلط مع واحد المعلقه صغيره ديال الحليب او يعني تقدروا تضيفوا حتى الخل باش هكذا كنحيدوا له ديك الزفوريه ديال البيض. غادي ندهنهم ايضا، غادي نزوقهم اي حاجه سواء زنجلان سواء السوجة، حبات البركه، اي حاجه. غادي ندخلهم الفرن على درجه حراره 180، غادي نشعلوا لهم من التحت والفوق دقه واحده وغادي نخليهم يطيبوا. وهذو هما المملحات ديالنا، صراحه كيجيو لذادين بزاف، ما تشبعوش منه مع شي كويز ديال اتاي الميريندا او العشاء، كيجيو صراحه هائلين. كنتمنىكم تجربوهم وغادي يعجبكم ان شاء الله. شكرا لكم متابعه الفيديو حتى الاخير، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم ايضا وحتى البارطاج اذا كان ممكن. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه ديالي، فكنتمنىكم تشتركوا في القناه. شكرا لكم مسبقا، الى اللقاء.